ولدعم الفلاح المصري أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لبعض المحاصيل الزراعية. وطالب الرئيس السيسي بعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية. بطمن الناس عليهم وأرجو أن السعر برضو اللي احنا بنقوله ده الضمان معناه إيه الأول بس، وأكيد إخواننا اللي في الريف عارفين كده أن ده الحد الأدنى اللي أنا هدفعه. صح. لكن لو السعر العالمي عالي أو أكتر هندفع أكتر، مش كده برضو؟ صح. يعني لو النهاردة القمح بنقول تعاقدنا على رقم والرقم ده ضمان، بقول أنا ده الحد الأدنى اللي هاخد بيه منك القمح. طب زاد القمح في العالم هنشتري بالسعر اللي هو وقت الحصاد، وقت الحصاد مش كده؟ أنا بأكد بس على النقطة ديت لكل احنا قلنا القمح والذرة والرز وفول الصويا مش كده؟ الذرة الرز وفول الصويا. خلي بالكم لإخواننا اللي في الريف، ما الأرض اللي معاكم غالية جدا 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 جدا، فأنتوا استفيدوا منها أحسن ما نهدرها في تعدي عليها.